ازيكم يا رزيعه؟ فرازة الفانتسي معاكم احمد وانا سلمى وانا سري. شفتوا المفاجاه دي؟ قاعديني ورا من غير مايك. راحت عليك يا باشا. خلاص كده راح مني. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده في رغي كتير قوي 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 بس مش هنطول عليكم يعني. شوف انا قلت لكم انا جايب اثنين فانتزي من الاخر. احنا قبل ما نتكلم على الجوله الاولى احنا حابين نشكركم قوي قوي قوي، يعني ما توقعتش في مليون سنه ان الرزيعه هتكون في صفنا وبتدعمنا وبتقول لنا كومنتس لذيذه، خصوصا ان سري حبيبكم وحبيبنا هو اللي كان بيقدم الفقره دي قبلينا، فاحنا كنا حاسين دي حاجه صعبه قوي 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 ان انتوا تتقبلونا بعد ما كنتوا بتتفرجوا على مروان سري. يعني كنا زينا زيكم بالظبط بنتابع مروان، يعني فانز المروان بنحبه جدا، فجاه لقينا نفسنا احنا مكانه على الشاشه. ان شاء الله نبقى احسن واحسن واحسن، وميرسي قوي قوي يا احلى رزيعه في العالم. هنعمل ايه بقى اول فقره بان اللعيبه لسه ما نزلتش والدنيا لسه ما سخنتش؟ احنا قلنا بقى نبدا اول فقره دي بان احنا نلبي لكم طلبكم ونوريكم فرقنا عامله ازاي ومش هيهمنا ان احنا نحرقها، ويلا بينا. كنت انا مش هبين بس انا بعض من الحاجات اللي عشان انا بصراحه شايلها مفاجاه، انا مركز السنه دي كل مره كنت اقول مروان هيقطعنا كلنا، يعني مش مركز واقعد اقول نصايحي واخسر. فالمره دي انا معاكم، اعملوا لايك وسبسكرايب وفتحوا التنبيهات. يلا بينا بقى يا رزيع نخش على اول فقره ورزع السنين. طيب مبدئيا الفقره الاولى يا جماعه عشان اشرح لكم معاكم هيبقى احمد وسلمى على طول. اول فقره هم بيتكلموا على اللعيبه عموما اللي في الفانتزي بتاعه الاسبوع اللي فات وبتاعه الاسابيع اللي جايه، ومين بقى اللعيبه اللي نبص عليها ومين اللعيبه اللي هتخزوقنا ونبيعها. صح كده اللي فهمته؟ مظبوط. طب هنبتدي من الاسبوع ده بتاعي مفيش حاجه، فهتقولوا بقى ايه التشكيله بتاعه بالظبط الفرق بتاعتنا بالظبط. طيب نبتدي بمين؟ احمد. يلا بينا. هلا هلا على الجد والجد. يلا يلا عليه. يلا اخيرا نفسي اشوف لا مفاجآت مفاجآت ما اقولكش. بص يا جماعه مبدئيا حراسه المرمى عندي بدات ببيكفورد، الراجل ماتشات سهله اتكلمنا عنه كتير فده معايا في الفريق كده ايه ثابت معايا في اول فتره على الاقل. بعد كده دبل اب المتين، اثنين من دفاع ليفربول روبرتسون وارنولد ونجات ليفربول المتينه معايا في الفريق مفيش هزار. دنيا اتكلمنا عنه كتير ضربات ثابته والكلام ده كله، وفي بقى يعني راجل كده عجبني في الماتش بتاع ليفربول والسيتي فخدته معايا اللي هو ووكر، طلع الكره من الخط وعجبني الصراحه. فمعايا انا مهتم جدا بالدفاع الصراحه وهثبته طول الموسم يعني ده قاعدين معايا. طبعا ابو صلاح كده كده نمبر 1 في الفريق، اول واحد اخترته في الفريق كله. انا بلعب مبدئيا بخطه 4 3 3 هجوم بحت. طب انا اسالك سؤال، مش شايفين صلاح غالي قوي؟ يعني انا ثمنه فيه الغالي ثمنه فيه الغالي ثمنه فيه هو ارخص من السيزون اللي فات، يعني رخص يعتبر يعتبر رخص. وبعدين سنتين ورا بعض على التوالي هو اكتر هو اعلى بوينتس في فانتسي، جوان اسيستات لازم، خصوصا انت عندك ليفربول في الاول ماتشاتها كويسه ما عندهمش حد تقيل الدنيا حلوه. ده غير ان ثلاث ارباع اللعيبه او ناس كتير قوي عندها صلاح، فانت لو راحت عليك دي بتلاقي نفسك مخيش في الافريج يعني. بالظبط بالظبط. تاني واحد بقى جنب وصلاح عندنا سيجرسن ايفرتون، ضربات ثابته ماتشات سهله مفيش كلام اكتر من كده. بعديها انا جايب بقى لعيب كده ايه يعني ريسكي شويه، باركلي مع تشيلسي يعني متفائل بيه خير وربنا يستر على الاختيار ده. لعب اثنين فعلا في البري سيزون ولسه في كلام هيبان اكتر، بس هو ب 6 مليون فرخيص فمش هخسر حاجه، بديله بعديه باي حد الموضوع مش صعب شغال يعني. بالظبط. نيجي بقى على الثلاثه المهاجمين، انا جبت هاري كين لسه في كلام وشهر 8 وما بيجيبش وما بيعملش وبتاع، بس الراجل يا جماعه جامد وانا بصراحه بادئ بيه واخد اجازه الصيف كله يعني. السنه دي هي بقى اللي سنته انا شايفها سنته، يعني توتنهام كويسه عامله موسم حلو اللي فات، بوشيتينيو قاعد اللعيبه قاعده هيبدا هو ايه محور الفريق، هو صلاح بتاع الفريق هو اهم هو ده يعني ايه النجم بالظبط. هو انت بالكتير يبقى عندك اثنين ماكسيمم ثلاثه جامدين، فانا اخترت منهم هو صلاح وكين دول معايا في الفريق. انا كنت بقول لاحمد حاجه وممكن تعترضوا معايا ان انا ما بقتنعش بكين قوي، يعني مش بحسه بيعمل كفايه، هو بيجيب اجوان بس عمرنا ما بنلاقيه في الاسيستات في الملعب. ازاي الكلام ده يا راجل؟ هو فانتسي الراجل ده. هو انا عارفه ان تريكين ورا بعض كده يعني طبعا ده يعني ما بيبداش سخن مش زي صلاح وريتشارلسون، وفي ناس بتبدا سخنه بس هنشوف يعني. انا قلت السنه دي هيبدا الراجل ده سخن، فمعايا في الفريق جنبه الكابتن العظيم الانجليزي كالم ويلسون ماتشاته حلوه، وهو صراحه راجل ما بيهزرش مهاجم ما بيهزرش. جنبيه واحد برده ايه في الهادي كده موراي برايتون عنده ماتشات سهله ماسك ضربات الجزاء فممكن يخطف لك جون هنا بيرنتي هنا، ده معايا في الفريق. بس موراي هيلعب لان هو كان مش بيلعب. الراجل اللي جايبه معتمد عليه قوي بوتر ده معتمد عليه جدا، جاب جونين حلوين قوي في يمكن ثلاث جون كمان في البري سيزون وماسك ضربات جزاء والفرقه
شطه في الاول حنينه، فزي ما قلت لك كتير عيال انت بتجيبها لاول فتره، بعد كده ممكن ايه تبدل بواحد نفس السعر تبدله معاه. وعامه برايتون مش وحشه السنه دي يعني، او في البري سيزون قصدي، هي احنا شفنا لا كسبوا ماتشات كتيره جدا بالظبط، ماشيين كويس. انتوا متابعين برايتون في البري سيزون؟ متابعين. بص يعني انا جايب لكم ناس متابعين الشامبيون شيب يعني، شفنا اللي حصل يعني. لا ممكن اقول لك كل لعيب جاب كام جون وكام اسيست، وبص يعني ده كمان برده جزء كبير منه سلمى الصراحه يعني قاعد اتحضر رهيبه بسم الله. بعت له طول الوقت حاجات الدكه يا جماعه. صراحه انا من النوع اللي بيعتمد خط فلوس كلها في الاول اتليست في الفريق نفسه. الدكه كلها بتلعب ماتشات كلها بعد طبعا حارس المرمى، بس الدكه كلها بتلعب. بس ارخص حاجه ممكن اجيبها في سواء في الدفاع، فجايب لونسترام ده ب 4 مليون فانه بيلعب من نص ملعب، فانه هو اساسي يعني ايه ب 4 مليون فحنين وكده في الدكه، فمش محتاجه قوي. نفس الكلام دندونكر من وولفرهامبتون، وقلناه في الحلقه اللي فاتت ممكن تتفرج عليها. لعيب 4 ونص بيلعب اساسي، ممكن يخطف اسيست جون بتاع لو نزل. نفس الكلام جايب ستيفنز من برايتون، لعيب برده اساسي في الفريق قديم، ممكن يخطف لك حاجه كده كل فين وفين. فانا مش معتمد صراحه على الدكه يعني، بادئ الفريق فلوسي كلها في 11 لعيب بتوعي، المهم بس اللي بره يكونوا بيلعبوا، دي اهم حاجه. بس مش مهم يكون لعيب جامد، مش مهم يكون لعيب بيعمل حاجات كل اسبوع، بس يكون بيلعب 90 دقيقه، اقل نقطتين بتوعه مش اكتر من كده. جبت تريزيجي ولا المحمدي ولا والله انا ابو صلاح بقى كابتني ابو صلاح صراحه المصري اللي عندي في الفريق. طيب سلمى، انا عندي بوب اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، وكمان من ساعه الحلقه اللي فاتت هيتن مشي، فخلاص ضمننا ان بوب هيبقى هو الحارس الاساسي بتاعهم. فانا عندي بوب يعني، عندي فان دايك والكسندر ارنولد. فان دايك اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، وكمان في الماتش بتاع الدرع الكوميونتي شيلد ده بتهيألي فان دايك يعني ثبتني يعني، لو كان هيجيب جون خلاص كان هيجيب جون اصلا خلاص، وعمل اسيست يعني. متفقين على ارنولد. حاجه بقى عن ارنولد، كان في واحد بنتفرج عليه كان راح التور بتاع ليفربول اللي في امريكا، كان بيقول ارنولد قاعد الوقت كله بيتمرن على الشوط بس. لا مش بس شوط اللي هو بيمينه، لا ده كمان لو زي صراحه يقطم من على اليمين ويخش يكسر ويشوط بشماله بيتمرن عليها في قبل الماتشات. فواضح ان هو ليه دور كبير قوي في الشوط في ليفربول السنه دي، وليفربول الفيكستشرز بتاعتها لا يعلى عليها بجد، فالكلين شيتس كمان معانا. فارنولد يعني وفان دايك معايا للموسم كله. جبت بقى دافي، ودي لسه بفكر فيها شويه، بس دافي كده كده عامل كويس قوي مع برايتون، مش معتمده قوي قوي مش معتمده قوي على الكلين شيت بتاعته، بس هو اصلا جاب 3 اجوان تقريبا في البري سيزون، وباتر ده بيلعب هجومي قوي ومعتمد على دافي ان هو يخطف. جبت دافي، وبعدين كولمن اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، فكولمن معايا معيش فلوس دني، فجبت كولمن، وكولمن على وضعه يعني. بعدين عندي صلاح طبعا، لوكاس مورا اللي اتكلمنا عنه على فكره كذا حد فيكم قال بدل سون، بدل سون اول ودالي علي كمان اتصاب، فانا يعني متاكده 100% بالظبط. بص يا جماعه لوكاس مورا يعني، بص هو كان ممكن يعمل حاجه، بس عند سلمى اعرف ان الراجل ده مش جاي السنه. دي حقيقه ان هو مش جاي. انا هخليه اول ماتشين، حتى ماتش سيتي احنا عارفين ان لوكاس مورا بيولعها في الماتشات الصعبة، فانا هخليه اول ماتشين، بعدين هقلبه على فريزر، او يعني كده كده سهلة ان انا اقلبه على حد على طول. عندي بعدها بيريز انا معتمد عليه جامد قوي. بيريز اصلا وولفرهامبتون مبدئيا عندها اليوروبا ليج السنة دي، قبل الماتش بتاع البريمير ليج بثلاث ايام هيكونوا في ارمينيا، فهم اصلا هيبقوا مسحولين ومسافرين من ارمينيا لانجلترا، فممكن يبقوا تعبانين شوية. وبيريز اصلا السيزون اللي فات في ماتش ضد وولفرهامبتون جاب جون، دي جايبة الدهليزي يابا. لا 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 ده عارف هيسافر الطيارة قد ايه بعدها. ايه يا عم ده؟ والباك بعد نزل لهم متاخر، فهيبقوا متقلين في الاكل. لا لا ما تقلقوش ما بيهرجوش. بعدين جايبه ستيرلينج انا كده كده انا عارفه ان مروان كان بيقول انه قافش عليه وان احنا مش هنجيبه، بس انا حاسه بالعكس، جوارديولا هيشبشب له بقى عشان اللي ضيعهم بالظبط، مش هيعاقبه، لا هيشبشب له. انا كنت مكابتناه على فكره، وبعدين قلت لا خلاص صلاح وهم، فيعني لا صلاح احسن حاجه. وماني ما رجعش لسه في الفرصة. رجع يوم الحد وقعد يتريق عليهم، شفتوا الفيديو قعد يقول لهم يو بلايد فيري باد دخل على اللعيبه كلهم بيصف عليهم. لذيذ فعلا. بعدين جايبه كينج، معيش فلوس ويلسون، وكينج هيلعب كده كده، احنا كنا خايفين انه مصاب بس لا لعب، وبورنموث بيجيب اجوان كتير قوي فتمام. اخر لعيبه عندي فاردي، طبعا فاردي ماتشهم لذيذ او ماتشاتهم لذيذه عامه، احمد علي الدوري الانجليزي الخبرة. وولفرهامبتون انا حاسه هم فرقه جامده، بس بيخش فيهم اجوان، فان شاء الله فاردي او بيريز يبقوا في الاجوان دي، فمعايا فاردي. دكتي عندي دندونكر ولونسترام زي احمد، بس عندي نيكيتا يعني. انا مش عارف لسه كنت اقول لكم مفيش ولا لعيب من ارسنال. لا 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 انتوا بتضحكوا على فكره. لا احنا نتكلم عن ارسنال في اخر فقره يعني، احنا متفائلين ليهم يعني، متفائلين ليهم عامه. فرقتي بقى اوريكم بعض من ال ماشي نبذه سريعه. مروان بقى جايب كل لعيبه مصر طبعا. النني لا انا وطني جدا. جايب النني؟ لا مش الدرجه، في حدود برضه. جايبين صوره النني بالكوميونتي شيلد، وبيقولوا في ناس تعرف تعملها وناس لا،
وبيسافروا مش اي حد. مش اي حد. طيب انا اقول لكم بعض من الناس. انا معايا مثلا في الهجوم كين، جبت مويس كين. حلوه. لا الراجل خطير، الراجل خطير، الراجل جامد قوي وب 7 مليون بس. فاكر كان في حلقتك بتاعت ال 10 نازل بسعر حلو، انا توقعت 7.5 8. كنت بدل خيمينيز مثلا، انا شايفه احسن، ماتشاتهم احسن. والبرهامبتون متسوحين بجد، عندهم كمية تقريبا قبل كل ماتش في البريمير ليج بيومين عندهم ماتش في اوروبا. في المشكله دي قدها نص الملعب مثلا، هتلاقي النجم عندي جبت ستيرلينج برضو. يعني انا شايف ان ستيرلينج فايق مع سيتي، لان وحبيب جوارديولا اه بيحبه جدا، وبعدين بيلعبوا في كل الاماكن. ومعايا طبعا المحمدي وتريزيجيه 5.5. على فكره سعره حلو، انا متفائل بيه جدا على فكره. تريزيجيه السنه دي عشان تريزيجيه اه صح صلاح مثلا، بس تريزيجيه انا بالنسبه لي هيفاجئ الدنيا. استون فيلا عامه، استون فيلا عامه كفريق. وخدت هيت، مش هقول اكتر من كده، انا مطول عليك وحاسس ان انا مزنوق وراك يا باشا. انت منورنا والله العظيم. يعني مش عارف كل الرزيعه مبسوطين قوي بمروان. يعني الفقره الجايه دي يا جماعه هتبقى المميزه بالنسبه لي انا شخصيا. احمد وسلمى عاملين لكم حاجه مختلفه، ان الفقره الجايه دي باتل، كل مره هيتخانقوا. احمد هيقول ثلاث لعيبه مختلفه وهيشرحوا لكم اكتر. هسيبكم انا بقى، ومش عايز اعطلكم عشان عندي حلقات بريمير ليج وحاجات ثانيه. شوف شغلك يا باشا، شوف شغلك عيشك بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا. قبل بقى ما نخش على فقره الخناقات والرهانات، هنخش الاول كابتنه الاول. كابتنه مين؟ كابتنه مين؟ اه الاسبوع طبعا. بص طبعا واحد يجي يقول لي بقى انت جبت التايهه، وانا هقول لعيبه واضحه طبيعي يا جماعه. ده اول اسبوع، فهنقول اللعيبه اللي هي ايه يعني سهله امان، عشان بس ايه نبدا اول اسبوع كويسين. فاحنا اخترنا ثلاث لعيبه. صلاح نمره واحد، وتقريبا هيبقى اكتر واحد متكابتن الاسبوع ده. نورتش ان شاء الله هيخش فيه مجوان. شفنا صلاح الماتش اللي فات اللي هو الدرع ده، خطر جدا. يعني وشكله بقى هيخش سخن ويولعها بقى ويثبت نفسه. يعني تاني اختيار معانا هو هاري كين، الراجل اللي هيلاعب فرقه لسه صاعده، هيلعب في ارضه، الراجل مريح الصيف كله. طبعا لازم يكون معانا في تيت الكابتنه الاسبوع ده. اخر حاجه معانا بقى ستيرلينج. حبيبك وحبيب حبيب ناس كتير قوي ستيرلينج. انا اصلا قاعده بشيل شاره الكابتن من ستيرلينج احطها على صلاح، من صلاح احطها على ستيرلينج. ابن بلدك يا بنتي، ابن بلدك. سريعا يا جماعه اللي ما يعرفش، اه سلمى نصها مصري نصها انجليزي، جدتها انجليزيه، متجوزه جدها مصري، فهي الاثنين ولاد بلدها وبتلعب على الوينجين من الاخر يعني. المهم ان نوبل تقريبا مصاب، وان فابيانسكي برضو بيقولوا عليه مصاب. هو قال ماتش قوي يعني، بس ستيرلينج ممكن يولعها، ممكن يبقى جوارديولا شبشب له بقى زي ما مروان قال لنا. يعني احنا قلنا برضو عشان انا قلت لكم اني بحب الريسكات، نقول لكم كده كابتنه ريسكيه. ممكن كابتن ارنولد ان شاء الله، ان شاء الله ياخد الكلين شيت. اه لو اتبدل، بس هيتبدل بعد الدقيقه 60، فان شاء الله يبقى خد الكلين شيت كمان. مش هو هيتبدل بس ماتش عشان كان ماتش تقيل قوي. نورويتش غالبا هيسيب الماتش كله طبعا. بالظبط يعني. جاب اسيست هنا، اسيستين، جون، بتتكلم في بونص، بتتكلم في رقم محترم. ودي كانت فقره الكابتنه معانا. كل يجهز بقى معايا كده للفقره اللي بعديها. الفقره دي منافسه ما بيني انا واحمد. كل اسبوع كل واحد فينا هيختار ثلاث لعيبه هيجيبوا اكتر من 5 نقط الاسبوع الجاي، بس مش اي ثلاث لعيبه طبعا. احنا عاملين شروط لكل بند، يعني كل لعيبه، وهنقول لكم ايه الشروط دي. لو جاب اكتر من 5، اللي هيجيب فينا اعلى هياخد نقطه. فاعلى سكور ممكن نجيبه في الاسبوع 3، وطبعا ممكن 2-1 بقى. هنشوف 2-1 او 3-0 يعني بالظبط. وعلى مدار الموسم بقى هنشوف مين فينا اللي هيكسب. دي حاجه كده بره اي دوري، بره اي حاجه، دي زي هات تو هات كده. وانتوا قولوا طبعا راينا مين فينا اللي هيكسب. قولوا لنا رايكم مين فينا اللي هيكسب يعني في الكومنتات، وشجعونا برضو يعني عشان نبقى قد التحدي. يلا بينا. اول اختيار عندنا يا جماعه بيبقى اختيار ديفرنشال، بمعنى ان الناس حوالين العالم مش مختارين اكتر من 15%. فده اول اختيار معانا. انت اختيارك مين يا سلمى؟ لوكاس مورا. طبعا انا حاسه ان لوكاس مورا هو اللي هيجيب اكتر من 5 نقط الاسبوع. مش هيعمل حاجه، انا بقول لك اهو. هنشوف. انت اخترت مين بقى؟ انا اخترت سيجرتسن، الراجل اللي لحقني الحمد لله. امبارح كان 15 وحته، النهارده نزل 14. يعني سيجرتسن يا جماعه مفيش خلاف عليه. تاني اختيار لازم يبقى لعيب بيلعب بره التوب 6. انا دي بقى يعني راهنت فيها جامد، واخترت وود بتاع بيرن. قلبها جامد قوي ومستبيعه يعني. وود مولعها في البري سيزون، ويعني ان شاء الله ان شاء الله يعمل حاجه. انا معايا كالم ويلسون من بورموث، انا متفائل فيه خير الصراحه. لعب فرقه لسه صاعده، والراجل مهاجم زي ما قلنا يا جماعه كذا مره ما بيهزرش. اخر اختيار معانا بقى هو لعيب ما يبقاش في فرقتي، يعني لعيب انا اختاره عامه ملوش اي حاجه تحدده غير بس ان هو مش في فرقتي انا، مش اكتر من كده. فانا اخترت الجانر اوباميانج. عشان عم مروان اهو. احنا طبعا قلنا لكم الحلقه اللي فاتت ان اوباميانج هو اللي بيلعب البنالتيز، بعدين فجاه لقينا لاكازيت لعب بنالتي. يعني لسه الموضوع مش واضح، بس ان شاء الله اوباميانج. انا اعتقد اوباميانج هو اللي هيلعبها. شوف جون اوباميانج في برشلونه. بعد اذنك ماشي، دعوه برشلونه بعد اذنك. جون اوباميانج في برشلونه شكلك كان وحش قوي. شفت جون سواريز يا جماعه؟ خدوها مني. انا كنت بقدم البرنامج السنه اللي فاتت، اسمي مروان سري. كابتن اوباميانج هاتريك اول ماتش باذن الله. مروان
بلاش تقول الناس كلام. هاتريك باذن الله وباميانج. انا ان شاء الله ده كابتني. وبيلعبوا نيوكاسل ونيوكاسل بيخش فيها جوان. وحشين يا جماعه. وارسنال اي حاجه اي حاجه بس انت ناسي برضو ارسنال اوي عاملين ازاي. انا همشي يعني ان شاء الله يجيب اكتر من 5 يعني انا مش بطلب كتير. سهله يعني والله. سهله طبعا. انا بلعب على النقط لازم اكسب الموضوع ده. اشهدوا ان انا بلعب اختيارات صعبه. خليها تنفعك بقى في اخر الموسم الاختيارات دي وهنشوف الكلام ده. ستيرلينج معايا يا جماعه مش في فريقي يبقى معايا في اختياراتي ما فيهاش نقاش. الراجل كده لا خلاف عليه. طبعا معايا في الفريق. بقى. شوف الموضوع ده. اخر فقره في كل حلقه هتبقى دوري ارزع. طبعا لسه دوري ارزع ما بداش فاحنا قررنا ان انا عشان قريت كل الكومنتس اللي انتوا كتبتوها لنا احنا هنرد على كومنتاتكم. في ناس كتير قوي جبتوا لنا سيرتها في الكومنتات واحنا ما اتكلمناش عنها فاحنا سريعا هنتكلم عنها. هنبدا بوان بيساكا. طبعا بعد صفقه ماجواير اللي حصلت بعد ما صورنا الحلقه دفاع يونايتد ممكن نثق فيه يعني 100%. يعني انا ممكن اجيب وان بيساكا بدل دافي بعد اول ماتش بس حاسه تشيلسي ممكن يجيبوا فيهم اجوان يعني. بس انا ممكن اضيف حاجه برضو ان برضو ماجواير يا جماعه اوبشن حلو قوي نبص عليه. دخيه كمان رجع تاني اوبشن محترم جدا عشان الدفاع شكله هيظبط والراجل ده احنا عارفينه يعني دخيه مش محتاج اتكلم عنه كتير يعني. بالظبط. تاني حاجه كانت في اسئله كتيره منكم بتسال على تريزيجيه ومحمدي واستون فيلا عامه. استون فيلا يا جماعه الصراحه زي ما قلنا احنا متوقعين لها موسم حلو جدا. الناس عامله صفقات كتيره قوي داخلين يقعدوا في الدوري السنه دي ما بيهزروش بس برضو يعني ايه نستنى عليهم شويه نشوف مين الاساسي مين الجوان مين اللي هيجيب الجوان اكتر واحد عشان برضو الجوان متوزعه على كل اللعيبه. تريزيجيه متوقعين له خير جدا السنه دي ان شاء الله هيلعب اساسي على الوينج باذن الله. محمدي نفس الكلام بس احنا قلنا ان الفرق اللي لسه صاعده واللعيبه اللي لسه جايه من بره الدوري بنصبر عليهم ايه اسبوعين ثلاثه ايه نجس النبض كده. واول ماتش مش سهل يعني بيلعبوا توتنهام صح. عندهم ماتش صعب جدا او توتنهام اول ماتش فنصبر نشوفهم يلعبوا ازاي ونشوف هيعملوا ايه اول اسبوع. سالتونا بقى على لعيبه تشيلسي. انا برده حاسه نستنى بعد اول ماتش كده 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 اول ماتش مش سهل ونستنى عليهم نشوف نجيب مين. هم طبعا نازلين رخاص يعني فدي حاجه لذيذه وفي اختيارات كتير زي جورجينيو. وانا عندي باركلي في الفريق ده. وبعدين كمان تشيلسي من غير كانتي بصراحه مش زي تشيلسي بكانتي. هو كانتي كان مصاب هو رجع لعب شويه الماتش اللي فات فنستنى بس كانتي يرجع فورمته. يعني طارق حامد الفريق يا جماعه. كانتي ده طارق حامد الفريق بالظبط يعني فنستنى يرجع فورمته ون الدنيا بايظه. برضو يا جماعه الفريق اللي الناس كلها بتتكلم عنه وانا شخصيا بحبه وتوقع له خير ويست هام. ويست هام جايبين صفقات نار قدام خصوصا سيبك من ورا دلوقتي خلينا في قدام. عندهم هولر بتاع فرانكفورت الراجل بيتكلموا ان هو خد الصفقه الاحسن من مدريد يعني خده احسن من جوفيتش. نفس الكلام فورنالس لعيب فظيع شفنا رانزيني في البري سيزون عامل شغل جامد قوي. نفس الكلام فيليب اندرسون معروف من السنه اللي فاتت الراجل صراحه برازيلي كما يقول الكتاب. برازيليين بيولعوها في الاول سابق كان كذا 14 في 15 في 16 بس برضو ايه لسه الفريق مش متكون قوي فنصبر عليه بس بعد ماتش سيتي يعني ما احنا برضو مساعدنا ان هم حاطين لهم ماتشات غلسه في الاول صعبه في الاول فنشوف هيلعبوا ازاي. الناس دي برضو بتبدا ايه واحده واحده فنتابعهم بس ما نبداش بيهم ده رايي الشخصي يعني وانت حر كده كده برضو. قصرنا الحلقه زي ما انتم عايزين. ان شاء الله كل حلقاتنا من هنا ورايح هتبقى نفس الطريقه دي ثلاث فقرات يا جماعه. بصوا هي الحلقات الاولانيه كانت طويله فعلا زي ما انتم قلتوا بس عشان بجد في كم معلومات وكم حاجات محتاجه تتعرف كده قبل عن اللعب قبل ما نخش في التفاصيل وجيم ويك ونلحقش بقى نقول الكلام ده فكان لازم نقوله في الاول خالص. التحدي يا جماعه ده هيبقى نار السنه دي يعني هتشوفوا بقى تيم سلمى وتيم احمد والخناقات ويعني رزع للصبح. وشكرا قوي يا رزيع. ولو نسينا اي لعيب برضو فكرونا في الكومنتس وقولوا لنا يعني. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو انتم ما عملتوش سبسكرايب قبل كده. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشغلوا التنبيهات. وكفايه رزع قوي حد كده.